أكيد تحياتنا لكم جميع المتابعين وجميع مشاهدين واتساب ميديا نتورك. معكم حسين هاشم ولقاء متجدد من برنامج حكي رياضي اللي بيطلع عليكم كل نهار تنين من الساعة 4:30 للساعة 5:30. معي أنا ومع حاج عباس. حاج عباس مولع من أول الحلقة. أنا بدك تعذروني شوي، صوتي وهيك مش مرتاح كتير، بس شوي ساخن بس موجود موجود موجود. بس حاج عباس أصر إنه أنا أكون معه، وأنا بحبش أكيد. كمان إنه برنامج ما أكون فيه. فأكيد شكرا لكم، ونتمنى منكم تعملوا لايك للصفحة على الفيسبوك، على الانستغرام تتابعونا، تعملوا لنا سبسكرايب على اليوتيوب شانل، وكمان تحضرونا على الويب سايت تبعنا. كل البرامج تبع واتساب ميديا نتورك بتطلع على الفيسبوك، بتطلع على اليوتيوب شانل، وبتطلع على الويب سايت تبعنا اللي هو whatsappmedianetwork.com. اليوم حلقة كتير حلوة، مفروض كان يكون معنا كابتن سمير الجابري رئيس نادي العراقي بميشيغان، بس صار معه طارق وينه بالمستشفى، وحكم كمان، هو حكم حكم كمان بس صار معه طارق وينه بالمستشفى. اكيد سلامات، وان شاء الله الله يقدم لك الصحه وتكون معنا ان شاء الله بالحلقات القادمه من هذا البرنامج. اكيد اليوم رح نتحدث عن العديد من المواضيع، ان كان الدوري اللبناني ولا الشامبيونز ليج ولا الليغا ولا البريمير ليج. رح نتحدث كمان عن دوري الانصليات، يعني بالقسم الاول رح يكون عباس مثل ضيفي تقريبا، وبالقسم الثاني رح نتحدث انا ويا عباس عن الدوريات الاوروبيه. اكيد فيكم تشاركونا، بنتمنى انه تشاركونا بالحلقه، تعملوا مثل ما قلنا لكم شير. اكيد جميع المتابعين شكرا لكم، ما تنسوا تعملوا شير لهيدي الحلقه، حلقه كتير حلوه. اكيد قبل ما نبلش واعطي المايك لعباس لحتى يعمل الانترو تبعه، بدي اتشكر السبونسرز تبع هيدا البرنامج اللي هن ديربون جاكوارز، الكوتش محمد حجازي، عندهم كتير برامج شكم اوت موجودين هن، ونحن عاملين لهم تاج على هيدا الفيديو ديربون جاكوارز. كمان اير تايم والترامبولين موجودين بوستلاند كانتن، خينا مروان هاشم كمان، اتس ا فيري جود بارك للاولاد ليلعبوا ويتسلوا اندور. وكمان هايب اثليتيك كوميونيتي، كان معنا علي السيد هذيك الجمعه موجود وعم يتحدث عن البرامج الموجوده بهايب لكل الفئات العمريه، كمان نتمنى منكم انه تدعموا هايب اثليتيك. اعطي المايك لعباس وبنكمل بحلقتنا. شربوا شوي اول شيء لحسين. تحيه لكم اكيد يا اعزائي المشاهدين ببرنامجنا مثل العاده حكي رياضي. مثل ما قال حسين كان لازم يكون معنا ضيف لليوم، اعتذر باخر الوقت لحاله طارئه بالمستشفى، اكيد بنتمنى له الشفاء ونتمنى له العوده لحياته الطبيعيه. خينا سمير كمان هو حكم ومسؤول اللجنه يعني منتخب العراق الموجود بمدينة ديربون، أو الشباب العراقيين الموجودين بمدينة ديربون حتى بولاية ميشيغان. أكيد مولع الساكر هذه الجمعة، وكل الفرق الكبيرة قدرت تحقق انتصارات، إن كان على الدوري اللبناني أو بالدوري الإنجليزي أو الإيطالي أو حتى الإسباني. هلأ أكيد حنرجع نفوت فيهم كلهم. لا حنبلش اكيد يمكن مثل العاده حنبلش بالدوري اللبناني. اليوم انا لابس على فكره ريال مدريد، لانه ريال مدريد اللي ما قدر يعزز صدارته بفارق كتير نقط عن الاخرين، اكتفى بس بنقطتين بعد تعادله. اكيد هلا اكيد كان لازم كمان البس اصفر كرمال نادي البرج الكمان اللي حقق انتصار كبير. شو هالمباراة الحلوة؟ شو هالمباراة الحلوة؟ هلا بنحكي فيها للبرج. هلا بنحكي فيها للبرج. كانت ولا عالم المباراة. فهلا أكيد بس نحكي بالدوري اللبناني، وأكيد نحن البرنامج مثل ما بتعرفوا أنا وحسين نعمل فيه مثل الحوار، يعني غير ما مسمينه حكي. مساكين مسمينه حكي رياضي أكيد. وهلا حنبلش أكيد ب فينا نحكي شوي شغل. شو رايك نحكي عن دوري الانصليات شوي؟ شو رايك لانه يعني نحكي بالمحلي وبعدين بنطلع لبرا نحكي عن لبنان وعن هيك، لانه في كثير مواضيع بنحكى فيها برا. بس حابب احكي انا وياك لانه انا بعرفك صار لك فتره، يعني صار لك اكثر من 10 سنين مستلم الفريق الانصليه اللبنانيه اللي بيشارك بدوري الانصليات. ففيك تحكي لنا عن هيدي دوري الانصليات، امتى بلشت، مين الفرق اللي بتشارك فيها، وين بتصير، فهمني كيف؟ هيدي هيدي تقريبا هيدي الموجودة بميشيغان، بليز اسمعوا لانه كثير مهم يعني تدعموا الفريق اللبناني والفريق العراقي واليمني، لانه في تفضل عباس احكي لنا عن هذا الدوري. يعني هي اول شيء كانت بمبادرة من الأنصل المكسيكي تقريبا بال 2004 و 2005. حلو. كانت عنده مبادرة انه يعمل مباريات هيك ترفيهية يلعبوا فيها القناصل. حلو. هي هيك كانت بدايتها انه شارك فيها القنصل يلعب يكون دوره القنصليات، كل واحد بيجيب فريق من
إلى ما ينتمي يعني لبنان. هلا بأول سنة يمكن أي سنة بلشت إذا عندك؟ من 2000 ويمكن 2005 ولا 2004. تمام يعني صار لها أكثر من 10 سنين. صار أكثر من 10 سنين إيه. فيوم أول أربع قنصليات اشتركوا لبنان وماسدونيا والمكسيك وكندا. حلو. يومتها أخذوها بعتقد الماسدونية. تمام كثير منيح. طلعنا احنا مركز ثاني. أوكي. هاي بالسنة الأولى. بالسنة الثانية صار في 8 فرق، 8 قنصليات. أوكي. أحرز النادي اللبناني أكيد بقيادة الكابتن عباس أبو خضر أنذاك. حلو حلو. أكيد من أبناء الجالي، يعني هذا الفريق نحن من كونه من أبناء الجالي الموجودين عندنا ندعي كل الناس يكونوا معنا بهذه القنصلية. وهلا انا اكيد حنحكي ندعي اكيد كمان. انا رح اسالك اكثر عن هذه الوحده بس احنا شوي عم نحكي عن تاريخ هذه الدوره. عن تاريخ هذه الدوره وبلشت كل سنه عن سنه تزيد. حلو. يعني كانوا اول شيء 4 رجعوا 8 رجعوا 12 رجعوا هلا 16. حلو. وكان في بعض يعني ناس بدهم يشتركوا اكثر ولكن هو هذا شو تقريبا في 16 فريق هلا حاليا 16 فريق بينتموا للقنصليات. قنصليات لحتى نفسر لكم بس يعني فور اكزامبل القنصليه اللبنانيه الموجوده هون بديترويت اللي فور اكزامبل بتعين فور اكزامبل العباس هو مسؤول الفريق هو وكان هذيك السنه كان معه الكوتش حسين شعيب والكوتش محمد الحجازي. بنحكي اكثر عن الاداريين اللي بيستلموا الفريق اللبناني كان عباس معنا اليوم فور اكزامبل فريق مكسيكي فريق يمني فريق عراقي شو بعت في فرق هذيك السنة ربحها إيرلندا إذا هذيك لا هذيك السنة ربحوا الألبان ألبانيا خسرت آخر شيء المباراة النهائية أنا بعتذر منكم إذا بتشوفوني لأنه هي في تقريبا هي نظامة منه 45 مينت أول شيء هني كانوا عاملين أول شيء هفن يعني لحتى يعني شوي ينبسطوا الاجواء اكيد بس على اللي حضرناه نحن هذيك السنه لا ما لهذيك السنه عم تحكي انا عم تحكي انت عم تحكي بعد 10 سنين بعد 10 سنين يعني حتى في سنه من السنوات اشتركوا فيها الباكس الباكس والله. الفريق الباكس اللي معروف بميشيغان بطل ميشيغان اشتركوا فيها وبهذه المباراه عادلوا الفريق اللبناني مش باخر لحظه بل زعبروا علينا بل زعبروا علينا بهذه اللعبه معودين نحن بهذه ايه يعني فهيدي الدوره بتصير بهذا بالشكل بلشت تكبر شوي صاروا يعملوا رولز عليها هلا انه مثلا 5 تحت ال 21 او ال 25 وخمس لعيبه فوق ال 25 هودي اللعيبه يعني قديش لازم يكون اعمار لازم يكون تحت ال 25 خمس لعيبه بارضيه الملعب فوق. اوكي ايه لانه هي اساسا كان في حتى المنتخب الكندي كان يجي معه بنات والله والمنتخب في المنتخب والياباني كان يجي مثلا معه بنات حلو حلو وبتعرف انت اللبنانيه او الفريق العربيه كان اكثر شيء تحب تلعب ضد كندا صراحه عم بحكي فبعدين رجعوا قالوا لا خلوا نعملها بروفيشنال انه مثل الناشونال مثل وورلد كاب مزبوط. يعني هلا بتصير اذا بتطلع بتحضرها يعني حتى يقسموها يعني حتى البنات يلعبوا بنات والشباب يلعبوا شباب ولا عملتوها بس خلص شباب. عملوها عني كلهم شباب يعني هلا بس الشباب بيشاركوا في بتشارك في البرازيل منتخب البرازيلي بتاخد بإيطالي الألماني كل القنصليات على فكرة بتشارك فيها آخر يعني. كم سنة مين ربحها على آخر كم سنة هلا السنة اللي قبل هيدي ربحها إذا ما يعني إذا ما خانتني الذاكرة العراقية واللي بعدها اليمنية والله ايه هلا اللي ما كانش في قنصليات كنا بس نحن الفريق الاول اللبناني تربحوا انتوا اللبنانيه انا مذكر كان اللبنانيه على طول يربحوا هالدوري الاجنبيه العراقيه واليمنيه ترقوكم لا 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 مش قصه ترقونا رح اقول لك ليش المنتخب الجاليه اليمنيه عنده شغف على الفوتبول على كرة القدم يعني انا بهذه المناسبه كونك اشرت للجاليه اليمنيه انا بدي هني المنتخب اليمني بالفوز على المنتخب السعودي وكمان بدي هني المنتخب اليمني للناشئين بالاداء وبالفوز اللي صار بالجمعه صراحه الله يقويكم الله يعطيكم العافيه هيدي شباب عم وخاصه تشتغل. انت ببلد يعني في بلد حرب مصاري. عم تشتغل بلا ماده بلد حرب قايمه قاعده عم تنقصف كل يوم لحتى يقدم هيك اداء ولحتى يقدم هيك روحي حتى لا حتى لما كنا نعمل اذا بتتذكر وللشعب اليمني وان شاء الله بتضليكم بهالنشاط وبهالقوه وبترفعوا راس العرب على طول يعني حتى اذا انت بتتذكر حسين لما كنا نعمل لما كنت انا دورات. دوره السيفيك سنتر مزبوط عرضوا علي اني ادرب المنتخب اليمني مزبوط عندهم اكثر من 80 لعيب اللي ما بيعرف عباس معه كوتشنج جريد 6 اذا انا ماني غلطان
فعباس بيدرب مش يعني مش انا بس انا بعيد عن الدرب. هلا شوي عباس انتم متعودين عليه اعلامي وبيطلع رياضي قبل رياضي ونزل على لبنان وكرم اعلاميين وطلع على الاي ار تي وما بعرف شو ما عشان نحكي معه. لا يا عم لا شو دخل هيدي. بس عباس بالاصل لعيب اول شيء حارس مرمى للبرج كنت حارس ايه كنت العب مع البرج كان يلعب مع البرج عباس وكنت مدرب النادي اللبناني لمده 5 سنين من بعد اعاده اللبناني بيديرهم وعباس معه كمان كوتشنج ديجري فعباس بخبره يعني رياضه مش خبره خبره لا مش وله باعه بتنظيم الدورات وبيجيب داعمين للمنتخبات. هلا كنا عم نتحدث انا وعباس عن كان عم بيحاول يجيب داعمين للمنتخب اللبناني اكيد حلو واحد اللي بيسمعونا اللي بحب يشارك اكيد اللي بحب يشارك المصريه اللبنانيه او حلا منتخب ثاني. انا بدي اشكر بهذه تقريبا بما انك حكيت على القنصليات بدنا نشكر يعني اكثر واحد كان يدعمنا هو وكل سنه كان يكون موجود معنا هو السيد علي جواد صراحه يعني والنادي اللبناني باسم النادي اللبناني بكل سنه كانوا يدعمونا واكيد شركه الغفاري بدنا نعمل لهم دعايه بس ولكن هذه هي يعني الحقيقه هذه الدعايه اكيد مش دعايه هذا حقهم هذا حقهم كانوا علي جواد ولا كانوا غفاري ومارتن عائلة سنايدر غفاري لانه مثل لويس ومثل مدام غفاري ومثل يوسف كلهم دي اول سبورت الانصليه وعلى طول يدعموا النشاطات تبع الانصليه فاكيد يعني تحياتنا لهم تحياتنا لكل واحد بيدعم النشاطات اللي عم بتصير بالجيل كانه لبناني ولا عراقي ولا يمني ولا فلسطيني ولا اردني تحيه لكم كلكم على طول ادعموا النشاطات وعلى طول ادعموا الجمعيات وعلى طول ادعموا الاهالي يعني هي هذه الرياضه تقريبا انا بقول صراحه لما نحن هلا هذيك المره كان في عندك ضيف اكيد بدنا نوجه له التحيه الدكتور نسيب فواز اكيد كمان واحد يلي من الداعمين يلي يلي يومتها انا كنت مباشره عم بحضرك ووجهت لي رساله وانا كنت قاعد بلبنان مزبوط ومين مين ابعد الرياضه عن ديربون. هلا بدك تقول لي ان الرياضه موجوده بديربون بقول لك لا لا لك شغله صغيره. نحن كان في وقت يجي لما يلعب النادي اللبناني ضد سبورتنج ميشيغان اللي هو كان ممثل ببنت جبال اكيد تحيه لهذا الفريق اكيد كنت تحس في حماس بالجاليه يعني كان فورت سين نصه ينتلي ناس في حماس كانوا مثل نجمي انصار كان في جو رياضي كنا نروح نلعب بيجوا مثلا نزمر ربحانين نجي نزمر نروح ناخذ الشباب على المطعم مزبوط انا مذكر يعني كان في اجواء رياضي وانت كنت ما انت كنت يعني بوقتها تعملنا الاكل كمان يوميتها كنت بالامان وكنت تسوي لنا الاكلات يعني تحت ايدك كنا ناكل كان بابايا بعتقد السبونسرز تبع سبورتنج ميشيغان بابايا تبع سبورتنج ميشيغان ونحن النادي اللي يعني كان في اجواء رياضيه كنا نجيبها الشباب نستقطبها الشباب ونلعبها معنا بالنادي اللبناني او بسبورتنج ميشيغان. طيب هلا كونك ذكرت اسم الحاج نسيب فواز ذكر نقطه وتشز كثير مهمه وكثير عالم انا حكيت معهم مثل حيدر مثل الشباب ذكروا نفس النقطه عباس اللي هي انه اول شيء ما في التزام فمي كيف الشاب اللبناني او العربي بشكل عام بده اياك انه تدفع له وحسب القانون الامريكاني انت ما فيك تدفع لل لا ما فيك تدفع لا هي لك لا لك شغله ما في التزام يعني بدقوا لهم على تدريب ما بيجوا طب انا 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 خليني اقول لك انا بدي انا لا انا بدي غلط الشباب شوي صغيره هيدي بتعرفني معود علي بحكي ما عندي صدر مخطط مثل ما بقولوا بحكي الحقيقه انا من الشباب اللي كانوا معي بالنادي اللبناني اللي يومتها كانت سهيلة موجوده معنا ببناء اعاده النادي اللبناني سهيلة امن اي اكيد تحياتنا لها كانت لعبت دور مع النادي اللبناني واكيد علي جواد وكل الاعضاء ايه فلما قعدنا بناء الفريق اكيد مش حيجوا كل الصغار لانه ما بنعرفهم يعني بلشنا باللعيبه المتوسطه العمر اوكي واللي كانوا يعني تقريبا لاعبين بلبنان في منهم فجينا عملنا فريق كل العالم كانت عم تضرب له 1000 حساب بديربون على اساس نعمل دوريات كانت كانت الفكره نعمل نحن منتخب لبناني بقلب ديربون مثل على غرار النادي اللبناني لما راح على لبنان مش بس هيك ويكون هو خزان للمنتخب اللبناني الام يعني لبنان. طب شو صار واكبر دليل انه في عندنا كذا لعيب نزلوا من هون لعبوا بالدوريات او لعبوا بالمنتخبات 100% اللي صار انه من بعد ما اخذوا الفريق وراح الفريق بدك تقول لي طب ليش تخلى النادي اللبناني عن الفريق ما تخلى في شوف الأنصرية يمكن بتكلف 6-7000 دولار عم نلاقي 100,000 ولا نلاقي مين داعمين ليدعمونا حتى نجيب يونيفورم والى ما هنالك انت وين حاطط المايك انا حاطه جوا طلعوا لبرا عشان ما يخشخشش على العالم ايش على العالم المايك اسال لي العالم اوكي
شاء الله ما يكونش عم يخشش، بس خليه من برا يعني، ما بعرف نحط لك كده المايك، خليه من برا هيك. بدنا نحكي على الحلاوه، حكي رياضي. حكي رياضي. طيب ماشي، من كيف طيب يلا، بس هيك تضليك مش مضايق اللي عم يحضرونا. ماشي يلا، هيك منيح، هيك منيح. اكيد تحياتنا لكم، ما تنسوا هي عم نكمل بموضوعنا، بس ما تنسوا تشاركونا بالموضوع، اكيد تكتبوا تعليقكم اسئلتكم اذا عندكم. حيلا سؤال هلا لانه انت مع الصوت مأخر لعندك شوي، هلا بكون ماشي. لمي دبل تشيك، لا الصوت ماشي، هو شيء الصوت ماشي. بس اكيد يعني شاركونا بالموضوع، اكتبوا كومنت تعليقكم. اكيد نحن هلا بعد شوي رح نحكي عن الدوريات الاوروبيه، بس هلا عم نحكي شوي عن دوره القنصليات. فوتنا على بس بموضوع موضوع لا مديربن، ما لا لانه ديربن هو امتداد، بس ما تنسوا تعملوا شير ولايك لديربن امتداد. أكيد. انا عم نحكي انه نحن هلا نحن كنادي لبناني عم يفتش تفتيش مثل ما تاخذني على اللعيب اللبناني. مزبوط. لانه اكثريتهم ليك اللعيب اللبناني مش انه هو غير كل العالم او غير متميز، اكثريتهم عم يعني بيهتموا بدروسهم، بيقول لك انا بدي انجح، انا جاي على امريكا لانجح او عايش هون. بس عم يلعبوا هن بالكولج، بيلعبوا بالكولج، ممنوع بالكولج لما يكونوا يعرفوا انك انت عم تلعب بغير الكولج، بيعملوا لك مشكله، فما بياخذ ريسك عليها. يعني تختلف عن الجالية العراقية او الجالية اليمنية. 100%. الجالية اليمنية يعني عفوا بتقول له الساعة 12 في تمرين فوتبول بيطلع. 100%. نفس الشيء الجالية العراقية عنده نشاطات دائما ومتواصلة. 100%. يمكن لانه بيجيهم دعم، ما بعرف اذا مزبوطة، بس انا معي خبر انه بيجيهم دعم حتى من شباب والرياضة، وزارة الشباب والرياضة بالعراق. والله معقول. طبعا بيبعتوا له مصاري لهون. ما بعرف انا، لا انا معي خبره، وبيعملوا نشاطات تيضلوا الحال الرياضي موجود. هلا نحن ما دخلنا بهذا، علينا بانفسنا. خلينا نرجع لدوري الانصليات على بس اذا ممكن. دوري الانصليات امتى رح تصير الدوره هذه السنه؟ هلا ب 12 و13 يمكن 12 و13 اكتوبر، هذا الشهر شهر 10 جمعتين. نحن جينا يعني معناش وقت بتقولوا بس اجى اول امبارح بلش دغري حتى يعني. حتى يعني حتى لما بعتوا الدعوه كان في، نحن قلنا بالعاده بنبلش قبل بشهر اوكي تحضيرات، وبنجيب سبونسرز، ومن بنعمل تراي اوت لكثير لعيبه بيجوا بيتمرنوا معنا اللبنانيه من كل المناطق او من يعني من كل السيتيز، وبيجوا نتعرف عليهم، واخر شيء من 18 لعيب يعني هذه كل الفرق. اللي ثاقبت انه مع تغيير الانصر العام بدنا نقول له اكيد اهلا وسهلا فيك، رح مبروك بعد ما تعرفناش عليه شخصيا. من الاشخاص اللي كثير رياضي وبيلعب فوتبول كمان، بيلعب فوتبول وعنده ابن بيلعب فوتبول، حطوه بالمنتخب. انا قلت له اذا بدك بلعبك اساله، يعني قلت له بلعبك ربع ساعه 10 دقائق يعني بدنا بشكل. كونه عباس ذكر الانصليه، تحيه للانصر العام السابق سوزان موزي ياسين، اكيد بتمنى لك كل خير وان شاء الله تتوفق بمهمتك الجديده بوزاره الخارجيه بلبنان. اكيد يعني لما لانه عملت نشاط كثير حلو سوزان صراحه، ولما فلت انا ما كنت هون زعلت. مزبوط. ما كنتش موجود في لبنان، ما لحقت ما نزلت، انا كنت جايه. على كل اكيد بدنا نوجهها للتحيه لها، وبدنا كمان العنصر الجديد، فما كان بعده اذا بده مقرر انه يشارك ولا ما يشارك، ولكن اكيد مع جهود نهى فقيه كمان موجهه للتحيه. فقالت له انه الكابتن عباس متمرس على هيدي القصه، خلص خلي ما تكلش الهم، هو بيتصرف بكل الامور. فعنا يمكن شورت وقت، هلا ان شاء الله حنعمل تمرين او تمرينتين او ثلاث تمرينات، ونتعرف على كل الشباب اللبنانيين اللي حابين يلعبوا. انا من هون يعني من برنامج حكي رياضي، اي شخص عم يحضرنا عنده ابن، عنده ابن خي، عنده رفيق، بيعرف انه عنده امكانيات بيلعب فوتبول وقادر انه يلعب فوتبول معنا ويفيد المراكز، ان كان حارس مرمى من كل المراكز وبيقدر يفيد المنتخب اللبناني. شيء انتم اي عمر اللي عم يحضرنا هلا؟ في 18 وطلوع. سو من عمر 18 وطلوع حيلا واحد بتعرفوه، اكيد عم نحكي عن منتخب لبناني هلا حاليا للانصليه، بتعرفوه بيلعب كانه باي مركز، يعني كان خط وسط ولا هجوم ولا دفاع ولا حارس مرمى، خليه يتواصل معنا. يتصل فينا 6082000 6082000، هذا رقم الحاج عباس، رح نحطه لهذا الرقم اكيد على الفيسبوك. عباس حطه على الكومنت اذا ممكن. ايه على راسي اذا ممكن، اكيد رح يحط عباس لهذا الرقم. عباس مين السبونسرز هالسنه سو فار؟ والله السنه في عنا هو مارتن سنايدر، صراحه صار 4 سنين عم يطير حلو. مارتن سنايدر مثل كانه متكفل بالانصليه اللبنانيه، وكثير جورج انسان بحب الرياضه، زائدا
هو كمان سبونسر للمنتخب العراقي. والله عبري انا عبري انا على الاثنين عبري انا. غير مارتن اند سنايدر مين عمل سبونسر؟ في عندنا النادي اللبناني. علي كمان عمل سبونسر. علي جواد النادي اللبناني كمان حبي مثل العادي يعني هون. يعني صراحة مثلا عمران عن مدريد حسين عبد الله كمان مشارك 100% يعني هو في سبونسر مين سبونسر وفي مشارك. اوكي يعني دائما مثلا مثل بابايا خليل سعد دائما بيعطينا مثلا ال شو اسمه العصير والمي. انا بحب اذكر هودي اللي بيساعدوا لحتى نحفز اخرين يساعدوا اكيد يعني مش متفائل نذكر اساميهم نحن يعني هلا في مثلا لقلك كنا مثلا كنا انا خليني اقول لك هي كيف بتصير القصه لحتى اوضح حتى العالم تنتبه اكثر ليش مثلا الانصليه ما عندها الامكانيه الماليه تتشارك بهيدي بهذا الحدث لانه بتكلف لحتى بتكلف يعني البدلات واليونيفورم والوقت بتكلف وحتى الاشتراك بالدوره والفيز والى ما هنالك بكلف. فاني شو بيعتمدوا على السبونسرز يعني بيعتمدوا على شيء ناس داعمين رسميين. هلا بوقتها بالزمانات كنت انا اجيب من اشخاص معينين يعني من هون 500 من هون 500 مثلا عبد الله هاشم بدنا كمان وجه له تحيه. عبد الله هاشم سام بيضون علي شراره عم يحضرنا مش هيك انا ذكرته حتى سام للانصاف سام كثير عالم بفكروه بس سياسي وهيك لا للانصاف يعني صراحه للانصاف سام بيضون يا زلمه بيلعب رياضه كان يلعب بالفريق يعني بشجع البرازيل وانا ياما مبيض له ياما سالوا لا فاكيد تحياتنا لك سام. ايه فهودي الاشخاص يعني وحتى شاكر عون بوقتها كمان ابو احمد بعدين ابو احمد بعدين صارت شو صارت انه لا يجي واحد يقول لك انا باخذ من الالف للياء وبتحط لي سبونسر لي هذا اللي عمله اكيد شركه الغفاري. تمام قال ما بدي حدا يكون معي. هلا مارتن سنايدر وعلي جواد متفقين النص بالنص اني بيدفعوا التكاليف يعني تبع اكيد اليونيفورمز بس بما عندنا الفيز وهيك كمان خينا حسين هذه السنه هو حيكون حسين عبد الله مدريد فيلم اي لاف يو يور ذا بيست يعني امبارح حسين ما خصوش البرنامج بس امبارح بيقول لي شباك قلت له ساخن ترك بيته راح على الفارماسي فتحها ان هي جاب لي الدواء فانا حسين عبد الله اي لاف يو. لا حسين عبد الله يعني بدناش نحن يعني كيف بدي لك انسان قليل ان تجد واحد يعني انسان عبدالله. انسان انسان محترف فتحيه له اكيد وشكرا له يعني وشكرا له اكيد ليكون داعم بدورة الوصول. سام بيدون بيقول لك المدرب لازم يكون برازيلي مش الماني انا معك 100% بس لك اللي بيغفر له لعباس بخضر انه ريال مدريد مش برشلونه لا انا بدي اقول له لسام بيدون مزبوط لازم يكون برازيلي مشان هيك حضرتكم ما اخذتوا كاس العالم. عباس بخضر ضلك بعدك لحقني على 7-1 وما بعرف شو طب بس خسرينكم اكثر من مره بعد 7-1 ما بتصير. لا ولا مره خسرتوا على 7-1 قدام 7-3 او شيء قدام اتلتيكو مدريد. فهيدي السنه ان شاء الله بدي مثل ما انت قلت بدي ارجع جدد النداء عبر هذا البرنامج أكيد. وعبر صفحه واتساب ميديا كل شخص عنده صديق رفيق بيعرفوا انه بيلعب فوتبول حابب يشترك معنا ونحن هيدي يعني هيدي الدوره او هذا التمثيل هو يعني صحيح انه بنحب نحن نربح وبنحب انه نكون نحن الاوائل وما حدا بيكره انه يربح ولكن ولكن ايه ما بحب انه يخسر انه لازم نربح بس ولكن نحن هذا الاشتراك فيه معنوي لانه بيخلينا نتعرف على كوتشرز اخرى ودول اخرى وعفن اخرى وفي ناس كتير كتير كانت تحب تروح تحضر وتنبسط لانه في كتير ناس من غير بلدان يعني بتشوف الياباني والالماني والكوري جنوبي كل هودي المنتخبات بتشوفهم فوق. انا هذيك السنه طلعت صراحه وحضرت المباريات وحضرت يعني اخر مباريتين على ما اعتقد جو كتير حلو جماهير ولا احلى الافتتاحيه بتحس كاس عالم يعني طبل وموسيقى وحماس يعني مش كانه هوات او شيء عم يلعبوا لا في حماس وبدهم يربحوا وفي تزريق وفي شغلات كتير حلوه فانا بنصح الجميع يحضروها. وين بتصير مباريات عباس؟ بتصير على ارينا التيمت ارينا ساكر التيمت ارينا ساكر اللي هي ببانياك اكيد احنا رح نحط المعلومات تبع الدوري وتبع كل شيء رح نحطهم على واتساب ميديا نتورك ان شاء الله وبالحلقه الجمعه الجايه حيكون في الدرا جمعه الجايه حطلع لايف انا 100% عباس ما بتابعش يعني اكيد اعملوا لايك لواتساب ميديا نتورك بس كمان فيكم تتابعوا الكابتن عباس ابو خضر الموجود على الفيسبوك هلا عمل كومنت على الصفحه ففيكم تشوفوا رقم التليفون اللي هو 313608
2-0 اكيد انا وعباس هلا بدنا ننتقل من حديث عن بدنا ندعمونا حلقة دي اكيد بدنا ننتقل من الحديث عن دورة الأنصليات للدوري اللبناني. خلينا نحكي عن دوريات البرات برات امريكا. عباس خلينا نبلش بشو بدك تبلش؟ دوري اللبناني اكيد افتتح الدوري اللبناني هيدي الجمعه بمباراه. عباس محمس على الدوري اللبناني لانه في فريقين من البرج عم يلعبوا بالدرجه الاولى عشان هيك ولعبوا ضد بعض الجمعه. اكيد اكيد لا اولا هيك لانه الدوري اللبناني هلا بلش ياخذ طابع حلو كتير. انت بتحكي بمباريات على مستوى يعني تقريبا كل الفرق المرشحة انها تربح عم تكون دغري عم تلعب مع بعضها. يعني دايما يوجد بتنطر انت كالفريق مثلا الانصار يعني بداية الدوري انصار نجمي بيرجع انصار تضامن ولا اجمل من هيك مباراة يعني نجمي تضامن ولا اجمل من هيك مباراة انصار نجمي هيدي راحت بالمرحلة الثانية النجمي كان عم يلاقي تضامن صور تضامن صور فريق قوي مباراة كتير حلوة اكيد يعني يعني انا انهاها النجمي باخر دقيقه اخر دقيقه ضربت يعني ضربه ركنيه فوتوها بالراس كثير لا حلوه يعني انا الدوري اللبناني صار لي سنتين عم تابعه كنا نتابعه على طول لما كنا بلبنان لما جينا لهون شوي ما تابعناهوش بس صار لي سنتين عم تابع الدوري اللبناني في تحسن كثير في تحسن ليك ارضيه الملعب الملاعب اذا ملاحظ انت الملاعب دائما تلعب دوره تلعب دوره اكيد لانه بيعطيك صوره حلوه كثير عن كره القدم تصور مثل الاول يعني كيف كانت الملاعب كانت رمليه او حشيش في بقلبه مطبات ف مش مش يعني ما بتكون مزبوطه على كل قدر النجمه يعني يكمل انتصاره ويكمل كمان نحو الصداره بفوزه على تضامن صور مباراه الاياب بتونس ترجي مع التونسي؟ الترجي التونسي وعم بيقولوا مباراة صعبة كتير صراحة لأنه الترجي من أفضل الفرق الأفريقية يعني فريق بطولات وعنده جماهير عنده جمهور الترجي التونسي ما بيسكت يعني يعني ما بيسكت إذا بيضل عم يشجع ما بيوقف ال 90 دقيقة فإن شاء الله النجمة يا رب نحن بنتأمل إنه النجمة أكيد نحن بنبارك للعهد للنتيجة الإيجابية اللي حققها ضد الفريق الجزيرة الأردني اللي هو تعادل هو وياهم هنحكي عنه هلا رح تكون في مباراة الإياب بلبنان فبنتأمل إنه يقدروا يربحوا والعهد عم بيقدم مستوى ولا أحلى من هيك وعم بيمثل لبنان أفضل تمثيل العهد ما قدر يلعب أول مباريتين بالدوري لأنه ملتزم بالدورات الخارجية فإن شاء الله المرحلة الثالثة ببلش يرجع يلعب العهد بدي أقول أكيد صديق تحية للإعلامية نعمة حيصون تحية لإلك يسعد لنا مساكي نعمة إن شاء الله بس تنزل عدنين معرفك عليها أنا عندي إياها على الفيسبوك عندك إياها من الإعلاميات المهضومين وألمها كتير حلو بالسياسة على فكرة تحياتنا لها أكيد كمان كان في هيك الأخاء يلي ملعب الجمعة اللي مضيت هو والطرابلس قدر يربح 2-0 حلو قدر يربح 2-0 على طرابلس أخاء متحسن الأنصار كمان قدر أخيراً لا 3-1 الأنصار قدر يرد اعتباره يرد اعتباره بعد الخسارة اللي تعرض لها حضرت الجيم يعني لا على الآخر حضرت شوي أنا حضرته للجيم ايه؟ لو الشباب الساحل كانوا شوي موفقين كانت النتيجه غير لانه في جولين محققين لشباب الساحل ما فوتوه دائما اللعيب وفي ضربه البلانتي اللي فوتوا فيها الجول الثاني الانصار عليها حكي كتير يعني نحن انا مني لا اني عم بقول انه اني قالوا في تقرير من الحكم قال لا غير في حكوا غير لا طلع قرار من الاتحاد انه ما في ضربه جزاء طلع قرار هيك ما في ضربه جزاء اوكي انا عم بقول لكم يعني في شغلات بالمباراه بتغير المباراه ككل طبعا يعني كانوا متعادلين 1-1 تصور الانصار ما فوتوا هذا الجول فمين كيف كان تغير جو المباراه ما انت بتقتله نفسيته للاعيب لما بتجي بلنتي او بيجي شيء مش مزبوط خاصه اذا بيجي جول لا اذا بيجي جول على هين 100% يعني على السهل يمكن اللاعب الكره القدم يعني بعرف كيف نفسيته بتكون قاعد بالملعب انا اكيد انا بشوف شباب الساحل رح يوصلوا رح يقدموا اداء كتير حلو اكيد لا اداء في بعد في تبع النجمه إيه؟ حتى الاجانب تبعهم قوية عم يعطوا مستوى ولا احلى من هيك النيجيري اللي معهم عنده مدرب يعني صاحب بطولات الحاج محمود حمود يعني أكيد مش أكيد. انا خبره شباب الساحل يوصلوا ويقدموا يعني يكون الحصان الاسود ضمن الست بعتقد انه بيكونوا ضمن الست الاوائل اكيد لانه عم يقدموا مستوى حلو ويعطيكم الف عافيه وكملوا الانصار ربح المهم الانصار ربح 3-1 على شباب الساحل بيقول
بيقولوا انه برد اعتبار لان المباراه الاخيره، قالوا هن انه هذه المباراه هي انطلاقه الانصار، انطلاقه الانصار. لنشوف لنشوف هلا في طبعا، لانه ليك الانصار وساحل تعتبر من اهم المباريات بالدوري، لانه عقده الانصار ان الساحل اكيد ما خسروا قدامهم بال حتى بالدوريات السابقه، قبل بدايه الدوري بكاس النخبه اذا ماني غلطان، حتى بالدوريات السابقه، حتى بالدوريات السابقه كانوا كتير فريق ند للانصار. الصفا صالح جمهوره بعد الخساره التعادل التعادل الاولاني، قدر ربح على شباب الغزيه 2-0. العهد اكيد ملعب بسبب ارتباطه بكاس الاتحاد الاسيوي. هلا بقول لك وين حيلعبوا، مع مين حيلعبوا كمان؟ ضد الجزيره الاردني. ايه ضد الجزيره رح يلعبوا مباراه الوقت. الاياب بلبنان مع عنده وقت العب، بس هلا بيعطيك سلام صغرتا ما لعب لانه هو كان لازم المفروض يلعب مع العهد. بيبقى عندنا مباراه كانت الاخير عباس تفضل. مباراه هيدي كانت الدربي، يعني الديربي. الديربي شو بدي اقول لك، شو المتابع السوشيال ميديا بيفكر كان حرب او كان حرب أو احسن هي مش بس الديربي، قالوا بالعاده الديربي بيتحدوا بعضهم بس، ولكن هذه الفريقين انا بدي وجه تحيه لفريق نادي البروج وفريق شباب البروج كمان بدي لاني كوني انا ابن برج البراج وبحب هالفريقين، بس اكيد انا اصفر لانه انا كنت العب مع نادي البروج، كنت العب هون، كنت العب مع البروج. هيدي كاميرتي ليه حطيتني هون؟ على كل كاميرا حاطين لك كروما كي وراك وانا طيب خلص هون هيك تحيه لكم. فهيدا اللي كان، هذا اللي صار قبل هيدي المباراه، قبل انطلاقه هيدي المباراه كان حكي وصل لانه تصويريه المعركه بكربلاء يعني. اوكي انا راح اقول لك ليش، فريق اتهم الاخر بالشمر وفريق طبعا هيدا مش حلو، وفريق وفريق الاخر اتهمه بالخوارج وحتى انه شدوا الهمه يعني ما بعرف صار في حكي، هذا مش مقبول ومرفوض ابدا بعالم كره القدم. مش بس هيك يعني شدوا الهمه وحافظوا على دماء شهدائكم واولادكم واعراضكم، يعني وين رايحين احنا؟ رايحين نلعب مباراه، مباراه فوتبول اللي بيربح ساعتين على قلبه. فكان في شد عصبي، كان في وخاصه هودي الفريقين عم يتنافسوا وعم يتخانقوا على زعيم الضاحي بعالم كره القدم. حلو. يعني عم نحكي بزعيم بعالم كره القدم. فاتت هيدي المباراة مع شباب البروج وقدر البروج يحسمها 2-0. فأكيد ولعت المنطقة عنا يعني تقريبا بالسوشيال ميديا ولعت، لأنه هني ما في كره، لأنه هني لك هني عيال كلها مختلطة ببعضها بالبروج وشباب البروج. يعني حاطوا رحال عمار جلول مع كل الفرق، يعني كلها هي عيال مزيج، فكلهم أصحاب وأقارب وأهل. الحمد لله أنه خلصت هيك، الحمد لله صراحة. خلصت المباراة وخلصت وخلصنا الحرب مثل ما بقوله. فالمهم مبروك لشباب البروج، يلي كمان بدي أقول لك شغلة من بعد مرحلتين للبرج، مش شباب البرج، البرج للبرج. البرج كابتن فؤاد الشيزي اللي ربحه. لحق لك مبروك تاني مرة تانية. تفضل لحق لك. ليش بدك تقول لي مبروك؟ طيب ما قلت لي تفضل، لأنه بالمرحلة التانية هني متصدرين. والله ايه طبعا متصدر. ما تحكيني والله متصدر عمالتين. انا هلا متصدر عمالتين، ريال مدريد وبرج. اكيد بدنا نحكي عن ريال مدريد. احنا جايين على الدوري الليجر مدريد. هذا هي كانت نتائج للدوري اللبناني. النجمي قدر فاز على تضامن صور، الاخاء على طرابلس 2-0، البرج شباب البرج 2-0، الانصار ساحل 3-1، الصفا الغزيه 2-0، العهد سلام ما لعبه. وبدنا نقول نحن بالنسبه مثل ما كمان تفضل الخينا حسين، مباراة العهد هي مباراة للبنان، لكل لبنان، لكل لبنان. يعني هذا الفريق سواء أنا قلت لك قبل بمرة وقلناها الجمعة اللي مضت، بتحبه ما بتحبه، بتشجعه ما بتشجعه، هذا عم يرفع اسم لبنان عاليا. بس يطلع لك حيلا فريق، مش بس عهد، كان النجمي ولا وهذا وهيدي المباراة يعني، ولا الرياضي اللي هلأ عم يلعبوا بالفيبا بآسيا، حيلا فريق إن كانوا كرة قدم ولا كرة سلة، لما بيطلعوا برات لبنان لما معش بتصير المنافسة محلية، بتصير المنافسة بينه قارية أو عالمية، لازم اللبنانية كلهم والجمهور كلهم يوقف وراهم
بشكل عام ما ينتقد هذا الفريق، ما يغير يشتغلوا ضد، ما يحمل علم الفريق الاخر 100%. يعني انا مذكر، سوري بدي اذكرها، يعني مذكر مره حضرنا لنا مباراه كان عم يلعب منتخب لبنان ضد منتخب ايران، كانوا نص اللبنانيين حاملين علم منتخب ايران. انا مره عملتها صراحه، ما فيك تعمل هيك. انا مره عملتها والله، قد ما سمحني. انت بتحب البلد الثاني هذا ايه. بضل بلدك اكيد. بس انا امتى عملتها؟ لقلك امتى عملتها؟ مش بس عم بحكي عن اللبنانيين كعراقي او انت كيمني او فلسطيني، بس يكون فريقك عم يلعب بشكل قاري او عالمي ايه. لازم انت تشجع فريقك، ما تشجع. هذه كنت انا كنت صغير صراحه ايه. واجوا منتخب المانيا الاولمبي على بيروت ايه. يعني هلا منتخب سو الاول سو المانيا ضد لبنان، المانيا لعبوا المانيا ضد لبنان ايه. سو شجعت المانيا انت؟ طيب ما اكلنا 9 وحتى اكلنا 9 اكلنا 9 شو انتوا بس لما بيكون ما اساسا ما كان في حدا لبناني، كان كله الماني. انا بروح فيش بيبات حسن. فيش بيبات فئاتنا كنا نقعد ايه. كانوا شو ينقوا الفريق الربحان ويشجعوه. لا لا لك شغله صغيره بهذا الاثناء بهذه المباراه. اذا بدي اقول لك شغله صغيره، نص الجمهور اللي نزل عم بحكيها انا بال 97 او شيء 97 نزلوا. لا لك شغله صغيره، الجمهور اللي كان نازل ما كان في جمهور لبناني، كان في شيء 4 والباقي كله المان. يعني كل اللي بيشجعوا المان كله عاملين علامة ألمانية. على كل هيدي كانت بالزمانات، لأنه كان نتمنى إيه. إنه يعني وصلت منتخبات عربية مثل مصر والجزائر وتونس والمغرب عم يوصلوا على كأس العالم. أنا بتمنى لبنان يوصل على كأس العالم لأنه بيستاهل. يعني كان كابا كان كابا حرام. يعني صرنا مرتين، يعني مرة بسبب الرشاوي اللي صارت إيه. والمرة الثانية بسبب، يعني ما بدي أقول شو السبب، بس المرة الثانية كمان كنا كتير قريبين إنه نطلع كأس العالم. حرام، كان في اغلاط، كان في اغلاط. الشباب الطاقات اللي عندنا اياها اللي هي بتستحق انه توصل لكاس العالم، حرام ما يوصل لكاس العالم. انا بتمنى من الشباب يركزوا على المنتخب شوي، يعطوا دعمهم، الاتحاد الحكومي كلهم يعطوا دعم لهذا المنتخب لحتى نوصل ونمثل لبنان ونوصل صوره عن لبنان، هذا لبنان الرياضي، لبنان الحلو. كل الازمات اللي عم نمرق فيها ما بيأثر، نحن بين بعض المصارين بتختلف، بس لما منتخبنا بيكون عم يلعب لازم كلنا نكون قلب واحد ونشجع على المنتخب. لا لازم نحن الجمعة الجاية نتواصل مع شخص من لبنان نجيب، بس هالجمعة لا. الجمعة لا، جمعة الجاية رياضي هذه الجمعة ايه. ان شاء الله بركي الجمعة الجاية. لا بس الجمعة الجاية، لا الجمعة الجاية بدنا نجيب شخص ايه. ما خصه يعني ما خصه برياضة كرة القدم ايه. اكيد انا بدنا اشوف اذا متواصل معه، اذا بيقدر ايه. يطلع معنا اللي هو ليت، شو اسمه اللي ايه الكمال الأجسام، إبراهيم قليط. إبراهيم عفوا، متألق من متألق بكمال الأجسام نيوز وبسكاي نيوز ايه. يعني. أنا بدي أحكي معه للأستاذ إبراهيم، إن شاء الله بيكون معنا كونه كرياضي، إن شاء الله بيكون معنا جمعة الجائزة بنقدر نتواصل نحن وياه ويخبرنا شوية عن كمال الأجسام، لأنه هذا شو اسمه البرنامج حكي رياضي. نحن بيدوي هذيك الجمعة كنا عم نحكي مع علي باسكتبول، اللي قبلها كان معنا المدرب فؤاد زبان، حكينا فوتبول الأمريكاني. نحن عم نحكي بكل المواضيع الرياضية، كمان كان معنا علي فرحات اللي بيلعب مع الفريق الهومنتمن بلبنان باسكتبول، وحسن نظام اللي بيدرب فريق روزفيل. ان شاء الله بيكون لعبة اسمها فريري جاكو بيدير بوم، بدنا نجيب اللعبة، في شباب بدنا نجيب نستضيفه بهالحكي الرياضي. المنير فور اكزامبل عم بيلعبوا يو اف سي، عم بيلعبوا ام اي اي فايتنج وريسلينج وهيك شغلات. حتى في شاب ريسلينج كمان تأهل من بيت امين، حطيناه نحن على واتساب ميديا نتورك، تأهل على الاولمبيكس لحتى يمثل امريكا بالريسلينج. كمان هيدا بدنا نحن بنشوف اذا فينا نتواصل بقربها للدكتور هدى امين كمان هيدا الشيء ان شاء الله اذا بنقدر نتواصل معه. ليش لا، عم بيوصلوا وعم بيحققوا. ونحن هيدا البرنامج وهيدي القناه بدنا نحاول قد ما فينا نضوي على الشباب العرب الامريكان اللي هن عم بيرفعوا راسنا، ان كانوا بحقل الرياضه ولا ان كانوا بكل الميادين. بدنا نحكي عن التنس كمان أكيد. في حدا بيلعب عندنا تنس بامريكا لنجيبه نستضيفه؟ التنس بليز محمود، ان شاء الله انا كنت العب تنس هون على بحكي. لا بدنا نحكي عن التنس، بدنا نحكي عن التنس اللي على الموجود عندنا. على بتعرف كنا نحضر تنس، خليني اقول لك بدنا نحكي تنس على الموجود عندنا على فورد رود اللي كل الطبيب بتلاقيها برا على السيارات عم ناكل نحن الطبيب. كان في شابين قويه بلبنان ما بعرف مش عارفين اتذكرهم انا، بس كنا نحضر تنس على طول. خلينا نرجع لموضوعنا اوكي. هذا الدوري اللبناني خلص، الدوري اللبناني ليغا، نحكي بريمير ليج ونحكي شوي عن الدوري الايطالي والدوري الفرنسي. لا بكره بدايه الشامبيونز، بكره الشامبيونز ليج ايه؟ بكره يعني ماشي. ما في كثير مباريات، يعني المباريات اللي كثير مهمه صارت باول الدور. لا اي مباريات ما في الا يمكن مباراه واحده بس هي في مباراتين اكشلي. في برشلونه بيلعب ضد الانتر ميلان، انتر ميلان اللي هو متصدر الدوري الايطالي بده يلعب ايه. ضد البرشلونه. وفي عندكم البايرن ميونخ اللي كمان هو من الثلاثه الاوائل بالدوري الالماني بده يلعب ضد توتنهام. لا ضد توتنهام بكره، بايرن ضد توتنهام.
هذيك بايرن تاني عباس. بايرن ليفركوزن. بايرن ليفركوزن. فمباريات كتير حلوة. بكرة ريال مدريد كمان رح يلعبوا, بس مباراته المفروض تكون مباراة سهلة يعني. كلوب بروج. الوحدة إلا خمسة بتوقيت أمريكا رح يلعبوا, فبعتقد بتوقيت لبنان 8 إلا خمسة يعني. لازم يربحوا. وجلاتا سراي مش هينين على فكره مع باريس سان جيرمان. شايف عباس سوفار كيف ملاقي المستوى, كيف ملاقي الفرق بعد ليك بعد بما انه هلا بعد الدوري يعني دوري المجموعات, دوري المجموعات باول مباريات ما بتقدر يعني تقدر تكمش الفريق. مزبوط. هلا دائما بالمباريات الاخيره الحساسه يعني قبل بدي يشوفوا مين بده يطلع على يتاهل, بتبلش الفرق تشد همتها, بتبلش جديه الشامبيونز ليج. هلا هيدا دورة المجموعات انا ما كتير يعني بحبه, ببلش بالدوري اللي جاي بالدوري الثاني. الدوري الثاني بصير احلى, بصير خالص. هو الدوري اكزاكتلي هيدا الدوري النوك اوف ستيج نحن مثل ما بنسميه. هودي كتير مهمين لانه خلص ما عادش في شيء تخسره, او بدك اذا بتخسر ما بتطلع, بتربح بتكمل 100%. بتلاقي شوي باول دوري بيكون الفرق منهم كتير جد وهيك, فاكيد يعني نحن دائما بننطر للدوري الثاني لحتى نشوف شو الوضع. بس يعني انا صراحه من متابعتي للريال مدريد يعني كمشجع لريال مدريد, انا شفت مستواهم من وقت ما لعبوا مع باريس سان جيرمان تحسن بطريقه كتير ايجابيه. هني بيعتبروها تبع باريس سان جيرمان صدمه. اكيد يعني اعتبروها صدمه انه ما كانوا ابدا متوقعين من باريس سان جيرمان. زيدان منه مركز على الدفاع, هلا بتحسه مركز كتير على الدفاع, عم يلعبوا لا حتى هلا عم يلعبوا مباريات كتير حلوه. حتى ليك مش امبارح خسروا, تعادلوا 0-0. عم تلعب انت ضد اتلتيكو مدريد على ارض اتلتيكو مدريد. مظبوط. يعني وكان عندهم فرصتين, يعني كان عندهم فرصتين, كانوا قادرين بنزيما كانوا قادرين يحسبوا بال هيدي جارد بيل حرام ما يجيبها. ما شفتوش زيدان خبط على راسه, حرام ما يجيبها. شو هيدي مثل بقولوا هي اسمها طابه مقشره 100%. يعني بس انت حطيتك اياها تزرعها بس فوتها مش تجيبها باخر الدنيا. بنزيما يعني التالق الحارس, يعني الحارس تبع اتلتيكو كان مان اوف ذا ماتش يسترداي امبارح اول امبارح, ف يعني معروفه. بس تحطوا حارس مان اوف ذا ماتش يعني هو اللي خليهم للاتلتيكو ما يخسروا. برشلونه لعبوا حلو كمان, شفنا عوده سواريز للتسجيل, مباراه كتير حلوه لعبوها برشلونه ربحوا. انا على فكره لعبوا, بس اقول لك شغله صغيره, هني لعبوا مباريات لعبوا مباريتين يعني في بلشوا النهار الثلاثاء. النهار هذيك الجمعه نلعب يعني لعب الاربعاء والثلاثاء, ونلعب كمان السبت والاحد كمان مباريات 100%. وهلا هالجمعه رح نلعب تشامبيونز ليج. اكيد تحياتنا لك سمير هيدوس, وهلا مدريد نحن معك في هيدي. سمير مدريد هيدرو, سمير حبيبي, سمير جاري وحبيبي سمير. هلا مدريد ايه مدريدي, تحيه لك وتحيه لابنك علي. اكيد نحن مش هنذكر بعد يعني الفرق الثانيه اللي حتلعب ضد بعضها, واذا بدك نذكرها فينا نذكرها على السريع. اذكر كم وحده بشكل سريع. ريال مدريد ضد كلوب بريدج, اتلانتا ايطاليا ضد شختار, سيرفينيا, بي اس جي ضد مين, البي اس جي ضد جلاتا سراي. اوكي. وعندك توتنهام مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب. اوكي كثير منيح. فهيدا اللي بيحب يتابع بايرن ميونخ ضد توتنهام, بيحب يتابع هيدا مباريات الشامبيونز ليج في تبع بكره نهار الثلاثاء ونهار الاربعاء. كمان جوفنتوس ضد بايرن ميونخ, ليفركوزن مش هينين بايرن ليفركوزن يعني مش شو. كونك ذكرت جوفنتوس, الدوري الايطالي كتير حلو هذه السنه, كتير حلو. لا ليش؟ انتر ميلان, نابولي. أيوه. نابولي, روما, جوفنتوس, سي ميلان وجوفنتوس, خمس ليكو بس اربع فرق. مش حلو يعني حضرنا اكثر من سنه كان جوفنتوس مسيطر على ايطاليا, اخذ ايطاليا كلها ست سنين. بايرن ميونخ مسيطر على فور اكزامبل على 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 بسم الله الرحمن الرحيم على المانيا, على المانيا. وباريس سان جيرمان مدري قديش صار مسيطر على فرنسا. هول الدوريات اللي ما فيها منافسه, ما فيها اكثر من فريق يعني ينافسوا ويعطوا جو, بتحسوا 200. بس هالسنه الدوري الايطالي من اجمل الدوريات, يعني حضرنا الاي سي ميلان انتر ميلان, مباراه للتاريخ صراحه. طبعا. حلوه كثير حلوه المباراه. هلا الانتر منه بالمركز الثاني, جوفنتوس بالمركز الاول, بالمركز الثاني المتصدر الدوري الايطالي هو انتر ميلان معه 18 نقطه, جوفنتوس مركز ثاني معه 16 نقطه, نابولي مركز ثالث او رابع على ما هي المباراه اللي اكيد اللي بتحسم او بتعمل الفاصل هن بين الانتر وجوفنتوس بوقتها, وهذه اكيد حتصير مباريات كتير كبيره. اكيد هذا دائما بينتروا بعضهم على فكره, الانتر ميلان وجوفنتوس مش من هلا, يعني مش انه هلا لانه متصدرين, من زمان بينتروا بعضهم صار له فتره. كتير مباريات كتير حلوه عم تصير. نابولي مستواهم ولا اجمل من هيك, اكيد انشيلوتي مدرب البطولات, فكله متوقع من انشيلوتي انه يقدم مستوى كتير حلو ضد الفرق, وخصوصا بالتشامبيونز ليج لعبوا ضد برشلونه عم بيقدموا مستوى كتير حلو, متوقع لهم يعني
انا متوقع لهم صراحه نابولي يوصلوا كمان. نابولي لا اساسا هن هول اربع فرق يعني الفارق بيناتهم نقطه او نقطتين مش يعني مباراه واحده بس يتعركس اي فريق يعني مثل هلا ريال مدريد لو قدر ربح كان بعد اكثر عن الفريق ابدا بيدوي يعني ريال مدريد معه 15 نقطه 15. مركز اول برشلونه مركز غرناطه غرناطه 13 وفي بيناتهم فريق غرناطه او فريق ريال سوسيتاد ماني معك غرناطه بس يعني فرق بيناتهم نقطه, نقطة. يعني ريال 15 14 13 لبرشلونه يعني ولا شيء فرق مركز رابع برشلونه شو مثل ليون ثالث يا حسين شو صار سوري رابع عباس ام سوري ايه ما مليون قلت لك من اول حلقه ساخن فما ما اختلفناش بس ما تعمل ليون ثالث رابع عني عفوا لا في البريمير ليج شوي عم يلعبوا هلا ارسنال ومانشستر يونايتد بتعرف النتيجه كانوا 1-1 قبل ما نبلش الحلقه كانوا لا لا كان لا كان 1-0 مانشستر لا 1-1 قبل ما نطلع انا شفتها كانوا بالدقيقه 60 1-1 تاكد لي اذا ممكن عباس اكيد بالبريمير ليج ومن اجمل البطولات رجعت لحتى تكون هي البريمير ليج يعني نحن لما وعينا على البريمير ليج وعلى مانشستر يونايتد وعلى ليفربول وعلى هلا الحماس انتهت 1-1 انتهت 1-1 انتهت 1-1 مانشستر يونايتد والارسنال اللي كانوا عم يحضروها هلا انتهت 1-1 ارسنال عم بيقدموا مستوى مش طبيعي مع امري فريق شباب فريق يعني كله حيويه كثير حلو بالبريمير ليج ليفربول مانشستر مطلوب مانشستر مطلوب منه الفوز مانشستر يونايتد منه اداء افضل مطلوب منه يرجع للسياحة الأوروبية ويرجع كان معنا أكيد بريمير ليجز لأنه مش أحمد يحيى اللي هو رئيس رابطة المشجعين للمانشستر يونايتد بمصر كان معنا من حلقتين وتحدث عن بإسهاب عن المانشستر يونايتد قال إنه ما في مدرب رياضي يجيب يعني ما عملوا تطلع أنت ما عملوا أي انتقالات ما عندهم ستارز غير بوجبا وغير ديرشتيغل على الجول ما في مش ديرشتيغل مين الحارس تبعهم دي شو اسمه هذا دخية دخية اكيد ده اشتغل مع برشلونه فانا مرشح يربح الجائزه افضل حارس اخذها أليسون بيكر امبارح اخذها أليسون بيكر ايه فيفا بيست جولي اخذها أليسون بيكر اكيد منيح اللي ذكرتنا البيست بلاير طلع ميسي في اعتراضات كثير ورونالدو ما حضر الحفله وبس طلع النتيجه انه ميسي هو نمبر 1 رونالدو حط صوره على الانستغرام قاعد واجلكم مدد اجري مش فرقاني معه الدنيا فاهمين كيف هلا وبيني وبينك صراحه ظلموه فيها لرونالدو يعني ظلموه فيها وكان في اعتراضات على جزيره يا عشق من الطفوله يا عبد يا حسين ما انت نجماوي مين هي جزيره يا عشق من الطفوله عرفت علي ايه كان في لا هو عم يحكي جزيره يا عشق من الطفوله هلا بلش يحب الجزيره الاردني لا 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 نحن مع العهد على نجميوي بس نحن مع العهد كنا عم نحكي قبل شوي إيه؟ مين نحن مع العهد انت مع العهد حبيبي كلنا لازم نكون مع العهد لما طبعا انا مع العهد من زمان مش من هلا يعني بيلعبوا ضد حدا برات انا يعني. انا من زمان مع العهد نحن كنا سمعنا كنا محاضر 10 دقايق قبل شوي لتجي تقولي لي جزيره بدنا محاضره قلنا لكم يا عمي بس لعبوا الفرق تبع اللبنانيه برات لبنان شجعوا لا لازم نحن بالنهايه نشجع الفوتبول الحلو ولكن نحن فريق العهد هو فريق يمثل علم لبناني يرفع علم لبناني بهذه المحافل نحن حنكون معه اكيد لبناني النجمي اللبناني ما صحيح. بيقولوا العهد هي المباراه حصير الساعه 12 بين الجزيره أكيد. على ملعب بيروت اكيد على ملعب كمين شمعون بدي ارجع للبريمير ليج ليفربول بالمركز الاول معه 21 نقطه فوتوا جول بالحظ هيدي الجمعه انا بحب احضر ليفربول بس هيدي الجمعه ربحوا على شيفيلد يونايتد فوتوا جول بالحظ مان سيتي اللي هو مركز ثاني معه 16 نقطه سو ليفربول فرق 5 نقط عن الأول. اي فريق يعني عن المركز الثاني هلا اذا ضلوا ماشيين هيك لانه دائما الدوري الانجليزي ما بينعرف الا لآخر قبل مرحلة. الا لاخر مرحله يعني صراحه هذه السنه على نقطه هذه السنه على نقطه 71 على ما اعتقد 70 يعني 71 لما بتذكر انا ما في سنه من شي 3 سنين كانوا المانشستر يونايتد عم يحتفلوا ايه يعني بعد شوي عم يفتحوا كانوا الشامبيون كانوا مانشستر سيتي بدهم يربحوا لازم يربحوا 3 مزبوط وجابوا 3 باخر ربع ساعه وخربت الدنيا اجوا اخذوا الدوري مانشستر سيتي يلا نحن اكيد بنتمنى يعني انا الدوري الانجليزي انا من مشجعين الدوري الانجليزي تشيلسي كمان ربحت 2-0 تشيلسي عم بيقدموا الدوري الانجليزي ما قلنا نحن كنا عم نقول قبل شوي لما بيكون في عندك دوري في اكثر من فريق بيلعب يعني عندك تشيلسي عندك ارسنال عندك مانشستر حتى في تغيير عندك ليفربول حتى في تغيير بالرابح يعني بانجلترا في دائما كل سنه بيطلع رابح جديد بيفوت على المنافسه
هيدي ما عم نشوفها مثل ما انت قلت بالدوري الاسباني او الدوري الايطالي. كانوا كلهم شو مثل عاملين الدوري الاسباني كان انه ريال برشلونه مدريد هذيك السنه فات اتلتيكو مدريد شوي على المنافسه بس بعدهم يعني هلا هالسنه مدريد كمان فايت على المنافسه هلا في 3 4 فرق فايتين على المنافسه هلا في 3 4 فرق في غرناطة بعدنا مثل ما عم نحكي بالانسيا وفي اشبيليا وفي برشلونه بعدنا ببدايه الدوري نحن يعني في فرق بعدها عم تلعب يعني اكيد ليكو هودي الدوريات خصوصا الدوري الاسباني والدوري الانجليزي وهودي هودي بده يكون نفسك طويل كفريق 100% الفريق اللي عم بينافس بالدوريات المحليه وعم بيطلع ينافس بالتشامبيونز ليج او باليوروبا ليج يعني بصير عليه ضغط بدك فريقين مثل ما بيقول يعني شفتوا زيدان كيف حط فور اكزامبل الفريق الثاني وعمل مداوره لما لعبوا ضد اساسونا وربحوا بالفريق الثاني فور اكزامبل كان عم بيلعبوا كل الشباب ما لعب حدا من التشكيله الاساسيه او لعب لاعبين او لاعبين التشكيله الاساسيه وربحوا 2-0 اجوا على المباراة ضد اتلتيكو مدريد مرتاحين اتلتيكو مدريد كانوا تعبانين ما قدروا يعملوا نفس الشيء لانه ما عندهم خط يعني ما عندهم تبديلات مثل ريال مدريد فالاتلتيكو مدريد بالشوط الثاني تراجع مستواه كثير لما لعبوا ضد الريال عشان هيك ما شفنا مستوى كثير حلو جماهير عهد وقفوا مع جماهير وحدة الأرنة جماهير عهد طيب خليك انت احسن منهم وقف انت مع اكيد مع العهد نحن اكيد بنتشكر كل اللي عم بيعمل كومنت كل اللي عم بيشارك معنا بهيدا البرنامج المتابعين الدائمين لنا لا واتساب ميديا نتورك نتمنى منكم انه تعملوا لايك وفولو للصفحه على الفيسبوك وفولو على انستغرام وسبسكرايب على اليوتيوب لانه بس بدعمكم نحن بنقدر نستمر وبنقدر انه نكبر ونوصل لاكبر عدد ممكن من العالم وما تنسوا على طول كل ما نكون لايف وكل ما نحط شيء فيديو او بوست تعملوا شير لها لتوصل لاكبر عدد ممكن من العالم عباس وصلنا لنهايه الحلقه نحن شو بتحب تخبر الجماهير قبل ما نسكر الحلقه بدنا نقول مثل ما قلنا اول شغله اكيد هذه كانت الدوريات بس يمكن نسينا الدوري الالماني الدوري الالماني بعده بايرن ميونخ كمان اللي قدر ربح على براد براون بتقريبا مباراه حلوه كثير 3-2 واكيد دورتموند يلي تعادل 2-2 مع فيردر بريمن هذه كانت يمكن كل الاخبار الرياضيه اللي دائما نحن بنحكي فيها ونحن بنحكي دائما اخبار رياضيه كمان بتخص الجاليه مثل ما قال حسين كل انواع الرياضه اللي بتختص عنا بالجاليه بنحكي فيها ولكن نحن كعالم خارجي بنحكي عن كره القدم حكي رياضيه اكثر شيء يعني ان شاء الله بكره اذا بلش الامريكان فوتبول بدنا نشوف اللايونز ربحوا هالجمعه اللايونز خسروا هالجمعه وحرام المباراه كتير كانت حلوه لاخر ثانيه اللايونز لخسروا بس ضروري تخبرني يا ربي نسال لعبوا ضد فريق مش خسران باي ذا وي التشيفز ما كانوا خسرانين كانوا ربحانين 3-0 للاس فمن التوب تيمز الموجودين هلا بال ان اف ال اللايونز لعبوا جيم كتير حلو لاخر ثانيه طالما انه لعبوا مباريات حلوه انا ما حضرتها صراحه خسرت مباراه 34-30 وباخر ثانيه تقللت المباراه يعني مش يعني لاخر ثانيه وكان على اساس تروح اوفر تايم وهيك يعني شو اسمه يتقدموا اللايونز اذا تقدموا التشيفز يعني ضلت لاخر ثانيه وكل العالم كانت عم تحضر المباريات وانا قريت تعليقات عم بيقولوا حسينا مثل كانه مباراه سوبر بول مش مباراه عاديه لانه كان فيها مستوى مش طبيعي ولا حلو من هيك حلو لكن انا حاحضر اللايونز جمعه الجاي او اللي بعدها ان شاء الله من ارض الملعب ان شاء الله اذا الله رد اكيد انا بدي اشكركم وصلنا لنهايه حلقه حكي رياضي هذا البرنامج اللي بيطلع عليكم كل نهار تنين معي انا حسين هاشم مع عباس ابو خضر حصريا على واتساب ميديا نتورك وعلى سلينك تي في ايربك وكمان بيشاركونا ببث هذه الحلقه اكيد بدي اذكرهم لانه بيستحقوا انه نذكرهم امريكان عرب صفحه امريكان عرب وصفحه عرب ان هيوستن هول الصفحتين على طول عم بيشاركوا البرامج تبعنا فبنتمنى منكم تعملوا لهم كمان لايك وفولو لهول الصفحتين المهمين بدي اتشكر كل الصفحات اللي بتعمل شيرز كل العالم عم بيعملوا شير للكونتنت تبعنا نهار الثلاثاء بكره رح يكون خضر فرحات رح يضوي على قصه نصيح جديري تبع شاب عراقي اسمه علي هاشمي نهار الاربعاء معي انا رح يكون معي ممثلين عن مدارس ديربون حتى نتحدث عن الباند وبس معلومات ما راح نقول لكم اذا بتصوتوا ايه ولا تصوتوا لا بس معلومات بدنا نعطيكم نهار الخميس اول حلقه من برنامج المحكمه واهلا وسهلا بعفاف على قناه وعلى شاشه واتساب شو الاخبار ففيكم تتابعوا عفاف احمد نهار الخميس وكل نهار خميس على الساعه 6 حصريا على واتساب ميديا نتورك رح يكون ضيفة بهيدي الحلقة المحامي ريمون عطية والموضوع رح يكون عن الهجرة وآخر مستجدات الهجرة والقوانين اللي خاصة بالهجرة نهار الجمعة مش هاي الجمعة إن شاء الله الجمعة الجاية عباس بيرجع ببرنامج إن شاء الله حديث الجالية كل نهار جمعة الساعة 6:30 انتظرونا على طول
بأفضل البرامج وبرامج متنوعة بس من واتساب ميديا نتورك. عباس شكرا لك، الى ان نلتقي. بدنا نرجع بس نذكر، تفضل عباس بشكل سريع. لا بنذكر بس كرمال دورة القنصليات مثل ما قلنا، اي شخص حابب يكون معنا، حابب يعني يتبرع او مثلا يدعم هذا الفريق، نحن صدرنا وقلبنا مفتوحين لكم. عباس حط الرقم تبعه، حيلا واحد بحب يلعب بدنا اللعيبه يعني اي لعيبه. عباس هو 313-608-2000. الى ان نلتقي الجمعه الجاي، على طول تابعونا على واتساب ميديا نتورك. حكي رياضي.